السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم خير. معكم حسام، وفي هالفيديو خلينا اشرح لكم كيف تحملون لعبة فينال فانتسي ديسيديا بيتا. هذه البيتا يا اخواننا يعني فينال فانتسي مجانية مؤقتا ابو كم يوم قبل لا تنزل اللعبة الاصلية، فاللي حيشوف الفيديو يعني بعد شهر من نزول هذا المقطع ما رح يستفيد حاجة. فهنا في ديسيديا فينال فانتسي انتي يعني نتورك، يمكن اوبن بيتا تيست، هتقدر تجرب اللعبة يعني، بس هتحتاج يعني بلاس. اللعبة طبعا 3-3، ما ادري اذا في نوكتس ولا لا، واريفر. انا حملت اللعبة، حجمها 18 جيجا من الستور الامريكي حقي. دخلت بالستور السعودي على اساس اني بجرب العب اونلاين مع احد من الناس، بس ما قدرت، والشي كان هذا غلط اني انا دخلت بالحساب السعودي حقي. فمع الاسف يعني اقول لك اياها من دحين، سوي لك حساب امريكا علشان تدخل تحمل اللعبة، بعد ما تحمل اللعبة وادخل بنفس الحساب عادي، يعني في النهاية ترى ما حتختم انت اللعبة، هي كلها يمكن 4 مشاهد موجودة، وحتقعد تختار لك شخصية انت تحبها، وحتقعد تلعب مثلا ضد فلان وعلان كلهم مجهولين. فبعد ما تحمل وكل حاجة راح تشوف اللعبة هنا، تحقق من سجل مع سجل. المهم انه هذا هو الموجود، يعني ما في اي تحديث نزل، ف 18 جيجا هتحملها ان شاء الله، وبعدين تدخل اللعبة والله يكون في عونك، وان شاء الله يعني اللعبة تدخل مزاجك. هي طبعا لعبة من الاركيد حولها على البلاي ستيشن، وهي يعني كان لها موجود فيديوهات والعاب واشياء قديمة موجودة في اليوتيوب، انا عن العاب القديمة اللي هي ديسيديا دون ديستني 012 فينال فانتسي. ما كان في نوكتس لانه وقتها 2009 بالقوة يا دوب. اوه هذا صوت نوكتس بالانجليزي، يا لب جاب الصدفة. المهم فاللي اقول لكم اياه انه صراحة فيه بمنه سكوال وهذولي كلهم، يعني انا اوكي تخرفت مع الجرافيكس وكل حاجة، بس اكيد اللعبة الجاية يعني النسخة الكاملة بتكون اقوى من كذا. فايش مستنين انتو؟ حملوا اللعبة، حمل اللعبة يا ابني، العب الحق، ترى كل اسبوعين و يعني يتقفل البتة من صدور اللعبة، عفوا قال من صدور اللعبة، انا قاعد اخرف، من صدور مقطعي هذا في اليوتيوب كده، تقريبا بعد كم يوم حيقفلوا البتة. فلحق على نفسك والله صراحة، العب جرب استمتع وانبسط، واعطينا لايك وسبسكرايب وزبطنا يعني. وفي خبر مؤسف انا حاولت اسويه بس ما حقدر، من ناحية الدبلاج والله صعب 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 ادبلج هذه اللعبة، يعني احنا اصلا اللي ندبلج 5، يعني انا الحالي ياخذ احيانا 20 شخصية، وحمزة ياخذ مثلا شخصية، حازم ياخذ شخصية، واحيانا العيال يساعدوني كده من بعيد لبعيد يجون يدبلجوا مرة مرتين، بس دائما يعني صراحة انا موجود في كل المقاطع واغير صوتي وزي كذا. فانا لو اخذت مثلا نوكتس، اوكي في عيال اعرفهم يعني عندهم الامكانية انهم يدبلجوا سكوال وكلاود وسيدان مثلا وبيرتس وتيدوس وفان وحتى لايننج، بس صعب ترى، صعب صعب يعني خليهم يدبلجوا، هم مو من عشاق فينال فانتسي بس هم قاعدين يساندوني وكذا. فهذه هي المشكلة، انه صعب اجيب يعني تيم، يعني تيم ابطال مرة صعب. ف يعني تخيلوا انا ادبلج مثلا نوكتس وادبلج سكوال وكلاود وقعد يتكلموا مع بعض، كيف كذا؟ كذا خربيط ما حينفع. فوصلنا نهاية الفيديو، حط اللغة اللي تعجبك، انجليزي ياباني ايا كان، وادخل والعب واستمتع، ولا تنسى تضبطنا باللايك والسبسكرايب ودعم القناة. كان معكم حسام، في امان الله.